الاستدامة والبناء الأخضر والاستدامة الاجتماعية، كونها أخذت جائزة The Happiest Community لثلاث سنوات على التوالي من دائرة أراضي في دبي. بحب أعرض فيديو صغير ثلاث دقائق عن المدينة مشان تاخذوا فكرة عن المشروع، ومن ثم بشرح بالتفصيل عن عناصر المشروع. لو سمحت شغل الفيديو. سلايد لو سمحت. المدينة المستدامة هي فكرة نتجت عن واقع السوق في 2008 وقت الأزمة الاقتصادية. فكمطورين عقاريين حبينا نعمل مشروع اللي هو يشتغل في الأزمات الاقتصادية وفي الوضع الطبيعي لما يكون مرتاح. فكان زرنا أكثر من مدن عالمية لنعرف عن البناء الأخضر والمدن المستدامة، لكوننا مفهومنا الخاص في دايموند للتطوير عن الاستدامة. وكان هدفنا الأسمى أنه هو تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد الفرد. فعلى سبيل المثال الإمارات تصرف 25 طن للشخص الواحد بالسنة، بينما الأردن تقريباً 20 طن للفرد الواحد بالسنة. فكان اجتماع الأمم المتحدة في باريس حددوا أنه الفرد الواحد لازم يصرف 13 طن بالسنة على أساس ما يصير الجلوبال وورمينج اللي هو 2 ديجري على 2022. فكان هدفنا الأكبر أنه كيف نوصل لهذا الموضوع. طبعاً المدينة المستدامة في دبي حققت 14 طن للفرد الواحد في السنة، وإن شاء الله مشاريع المستقبلية حتكون أكثر. وهدفنا الأسمى أنه نوصل للزيرو، يعني نيوترال كاربون سيتيز. من البلدان اللي زرناها في فترة 2012 ل 2014
كانت كاليفورنيا اللي هو ويست فيليج ان يو سي ديفيز، وبيو كي وبدنمارك وفرايبورغ بالمانيا، وفي فوجيساوا في اليابان. وكانت كل مدينه تعتبر سمارت سيتي او مدينه مستدامه، لكنهم ماخذين اجزاء من العناصر الاستدامه، يعني ممكن توفير الطاقه البديله يعتبروها مدينه مستدامه، ممكن استخدام التكنولوجيا في بعض المدن يعتبروها استدامه. فكوننا مفهومنا للاستدامه اللي يتركز حول ثلاث عناصر رئيسيه، اللي هي الاستدامه البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه. ومن ثم البيئيه حددنا ست عناصر اللي هي تحدد فيها تخفيض ثاني اكسيد الكربون، فالطاقه والمياه والطعام، الامن الغذائي والنفايات، والموبيليتي اللي هي المواصلات، والبرودكتس اللي هي تكون مواد الخضراء او المواد اللي هي تخفف من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، والهدف كل العناصر هاي لتخفيض ثاني اكسيد الكربون. الناحية الاستدامة الاجتماعية مهمة جدا، عشان المدن تكون فعلا مستدامة لازم يكون فيها عناصر الاجتماعية، فالاهتمام بالتعليم، تعليم مستدام، الاهتمام بالويل بينج او الصحة للسكان، ومن ثم الاهتمام في الفعاليات الاجتماعية مثل الألعاب الرياضية او الساحات الرياضية، ومن ثم الساحات الثقافية، وتأمين الأمن للمنطقة عن تفويض اللي هو الكومباوند او الجيتد كوميونيتيز. المدينة المستدامة هي أرض موجودة على مساحة 460 ألف متر مربع، موجودة على شارع رئيسي اللي هو شارع القدرة، بالقرب من مجمعات سكنية عديدة في هذه المنطقة، في حوالي تقريبا 100 ألف وحدة سكنية عبارة عن فيلل مجمعات، وهذا المجمع يحتوي على 500 فيلا. فكرتنا للمدن المستدامة لازم تكون مدن متكاملة، فهي ليست فقط مدن سكنية، يجب أن تكون مدن سكنية ومدن فيها تجاري وفيها صحي وفيها تعليمي وفيها ثقافي. فهذا المجمع عبارة عن خمس مجمعات سكنية، كل مجمع فيه 100 فيلا، عبارة عن 500 فيلا. فكان التحدي الأكبر بالنسبة لنا معمارياً أنه نخلق مناطق خالية من السيارات، فكل مجمع 100 وحدة عبارة عن منطقة خالية من السيارات للناحية الاجتماعية. فإحنا تقريبا استوحينا من التراث العربي اللي هو مبدأ الساحات والممرات القديمة، فكل بيت فيه ساحة داخلية أو كورت يارد عبارة عن حديقة، لأنه تصميم البيت عبارة عن L shape، فكون حديقة لتجمع العائلي، ومن ثم تجمع الجيران بساحات grouping plazas، وبعدين في ساحة رئيسية لكل مجمع من هذه المجمعات لتجمع الكلاستر نفسه، ومن ثم في ساحة رئيسية في التجاري للفعاليات الاجتماعية لكل المجمع. هذه الفعاليات وهذه الساحات أدت إلى توطيد الأواصر الاجتماعية وزيادة العلاقات بين السكان، مما يعني خلاهم يتعرفوا على بعض بصورة أكبر، عكس الموجود في دبي حالياً. مجمعات الثانية كل بيت سيارته والجراج جوا البيت، فما بيشوف السكان اللي حواليه. كمان بدي أحكي على الماستر بلان، إنه في رينج رود واحد خارجي، ومن ثم في بوكيت باركينج، وفي شو اسمه مجمع سيارات اللي هو كفرد بالسولار بانلز. طبعا على الرينج رود، عفوا على الرينج رود في البافر زون اللي هو عبارة عن خمس صفوف من الأشجار اللي بتخفف من الأتربة، ومن ضمنها حطينا اللي هو سايكل تراك وجوجينج تراك، وفي كمان هورس تراك. هاي كلها
ساعدت على تشجيع الناس على الووكابيليتي. فمشروعنا جدا في مماشي وفي بديسيان ووكس بتخلي كل السكان انه يستخدموا الرياضة ويشجعهم على التحرك بالمشي عكس اسلوب الحياة الموجود في دبي، وهذا ساعد فعلا اجتماعيا على تطوير المنطقة. المشروع هو عبارة عن انتجريتد كوميونيتي، في عناصر كثيرة فيها مش بس سكني، فيها تجاري وفيها عيادات طبية وفيها مدارس، فيها من ناحية التعليم في عنا من النيرسري والمدرسة المهتمة بالاستدامة، وفي عنا اللي هو إنوفيشن سنتر اللي هو معهد R&D بيعمل أبحاث مع عدة جامعات عالمية وإقليمية منها UC ديفيز وAUB ببيروت وLAU ببيروت AUC بالقاهرة، وفي عنا أكثر يعني اتفاقات مع أكثر من 10 جامعات. بالنسبة للفلل، التصميم كان مستوحى من التراث الموجود في المنطقة لكن بطريقة مودرن، وبعدين التنفيذ كان عن طريق بريكاست كونكريت لأنه ساعد على سرعة التنفيذ. المشروع تنفذ كله في خلال سنتين، فسرعة التنفيذ كانت مهمة جدا عندنا. وبعدين بحب أحكي على البيوت كلها موجهة عكس اتجاه الشمس اللي خلانا نعمل نوع من الديماند مانجمنت، تخفيف الحرارة اللي داخلة على البيوت ومن ثم إنتاج الحرارة عن طريق الطاقة الشمسية. هاي صورة عن البيوت من جوا وطريقتها، يعني كانت بصورة حديثة ومرغوبة جدا في المنطقة هناك في دبي. النظام المفتوح تقريبا open kitchen، صالات كلها مفتوحة بعض. هون عندنا البلازا الرئيسية اللي بتم فيها فعاليات على مدار السنة تقريبا أسبوعيا، عندنا فعاليات اجتماعية لتجميع السكان وبنعملهم مثل سوق يوم السبت اللي هو السكان بيعرضوا منتجاتهم المنزلية، وإحنا بنعرض المنتجات الموجودة عندنا في منطقة المزرعة اللي هو الجرين سباين عندنا الموجود في الماستر بلان. هذا كان انترتينمنت لجميع السكان وبنعطيهم فرصة يزرعوا فيه، في عندنا برامج زراعة كثيرة. طبعا إحنا اللاندسكيب الموجود عندنا كله هو لاندسكيب productive يعني منتج وليس فقط من ناحية الجمالية، فإحنا عندنا إنتاج كبير وخصوصا في الاندور بايودومز اللي هي تنتج تقريبا حاجة السكان بالكامل من الأعشاب. هاي المدرسة أحد عناصر المشروع، عندنا مدرسة تهتم ببرامج الاستدامة وبتعتبر المشروع كله كمختبر للاستدامة في للطلاب. عندنا مركز سند هو مركز للتوحد عبارة عن إقامة لأصحاب حالات التوحد والاحتياجات الخاصة، بنقوم بتدريبهم ودمجهم بالمجتمع. في عندنا مسجد تقريبا معظم طاقته من السولر، يعتبر مسجد أخضر. المزرعة هي مزرعة مثل ما قلنا منتجة، وهاي البيودايمز اللي بتنتج على مدار السنة، طبعا هاي مش موجودة في دبي. احنا عندنا 12 شهر انتاج للأعشاب، بنوفر حاجة السكان كلها من الأعشاب مثل النعناع بقدونس وأشياء مثل هيك على مدار السنة. وعندنا انتاج خارجي مثل التمور وال بعض الفواكه اللي ممكن تنزرع في هذا الجو. في عندنا مركز الفروسية بيقوم بتدريب الأطفال وبيستخدموا الهورس تراك
كمان نوع من السبورتس اللي بتشجع على توطيد العلاقات الاجتماعية. من الاستدامة الاجتماعية بنعمل كثير فعاليات رياضية ومسابقات رياضية بين الكلاسترز، وكمان بنشجع الأطفال على وندربهم على عدة ألعاب رياضية. المدرسة مثل ما تكلمنا عنها هي مدرسة فيها برامج للاستدامة. في عندنا مناطق جدا للألعاب، منها سباحة، منها الجيم، ومنها ملاعب كرة قدم. اوكي، في فعاليات ثقافية كثيرة، منها موسيقى، ومنها معارض للسيارات ويوغا، وفعاليات هذه كلها مفيدة للسكان. في عندنا كمان للرسم ومركز تدريب موسيقي من ضمن المجمع. مركز للزوار لعرض عناصر الاستدامة، وعندنا زوار حوالي 10,000 زائر بالسنة. بالنسبة لعناصر الاستدامة البيئية، الفود برودكشن مهم عندنا جدا، مثل ما قلنا الأعشاب كلها بنوفرها. طبعا المشاريع المستقبلية حسب كل منطقة أهدافنا بتتغير، ممكن 80% من حاجة السكان. الإنرجي هذا المشروع يعتبر الأول في الشرق الأوسط، قد يكون في العالم، اللي هو نت زيرو كوميونيتي، اللي ينتج كافة استهلاكه من الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية. فإحنا بننتج 10 ميجا وات بير بيك، هي كافة استهلاك المدينة عن طريق النت ميترينج. كل شيء بنستهلكه بيروح على الجريد، وكل شيء بننتجه بيروح على الجريد، وكل شيء بنستهلكه بناخذه من الجريد. الووتر يعاد تدوير كافة صرف المياه وإعادة استخدامها في الزراعة. البرودكتس بنستخدم الجرين برودكتس، واستخدمنا البريكاست لتوفير النفايات الإنشائية. الموبيليتي احنا بنوفر الجولف كارتس موجودة في المناطق اللي خالية من السيارات للسكان، وبنشجع السكان على امتلاك السيارات الكهربائية، ونوفر شحن مجاني للسيارات، زائد بنعطيهم دعم من عنا تقريباً 10,000 دولار على كل سيارة بيشتروها لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. النفايات بيتم الفرز من المصدر، ومن ثم تجميعها، ومن ثم إرسالها إلى محطة عنا إحنا تابعة للشركة لإعادة تدوير النفايات. طبعا الهواء، تصميم الفلل كان باتجاه رياح تخفيف حدة الحرارة بالصيف، وبنهتم بنوعية الهواء داخل البيوت. وفي عندنا البرجيل اللي هو ملقف للهواء، عملناه بطريقة حديثة، وتكلمنا عن البفر زون اللي هي بتخفف الأتربة من الخارج. من ناحية الاستدامة الاقتصادية، المشروع حاولنا أو استطعنا، صراحة كان تحدي، إنه التكلفة المبدئية للبيت ما تتجاوز التكلفة الموجودة للمشاريع المماثلة. فعندنا الكوست حتى كان أقل يعني من مشاريع اللي جمنا لإعمار أو دماك أو مطورين آخرين. فالكوست المبدئي هو كوست أقل من الموجود، زائد عنا على اللونج ران في سيفينج بشكل كبير على الفواتير الكهرباء وعلى فواتير المياه
وزائد انه احنا عندنا زيرو سيرفيس فيز، عملنا برنامج اللي هو نعطي جزء من العائد السنوي للتجاري للسكان يغطي مصاريف السنوية للمجمع ومصاريف الصيانة. فهذا أول مشروع في دبي اللي زيرو سيرفيس فيز. أهدافنا المستقبلية إنه بالطاقة مثلاً يكون راح نكون أوف جريد في مشاريع في بلاد أخرى، راح تكون أوف جريد يعني ما نحتاج الكهرباء من الدولة. راح نكون بالنسبة للفود سيكوريتي 80%، الووتر في بعض المناطق ممكن نسحب مي من الأرض فما نحتاج كمان الدولة في المياه، فيكون مستدام من ناحية الووتر. كمان البرودكتس كمان نستخدم المواد المحلية، حاول نقلل عدد المواد المستوردة. من ناحية الكهرباء السيارات الكهربائية بنحاول نستخدم برامج كمان الكار شيرينج. النفايات حنعمل البيوغاز ضمن المجمعات اللي هي تاخذ معظم او كل الاورجانيك ويست وتنتج منه كهرباء في هذه المجمعات. طبعا السمارت سيستم والارتفيشال انتليجنس كل هذا راح يستخدم في المدن المستوردة. طبعا بعد نجاحنا في مدينة دبي الحمد لله انطلقنا لعدة مدن منها أبو ظبي والشارقة وعمان، وبشركم إن شاء الله عندنا مشروع في عمان مع زميل آخر من الدراسة المهندس علي صوافطة مكتب الجرين أركيتكتس. إن شاء الله حنطلق هذا المشروع قريبا في عمان، عبارة عن 800 وحدة سكنية، حيكون مجمع إن شاء الله بيطبق العناصر اللي تكلمنا عنها. أنا آسف على الإطالة وشكراً لكم. شكراً مهندس وسيم. نفتح المجال للأسئلة لو سمحت. تفضل. في حدا عنده أسئلة؟ تفضل. دكتور نايف تفضل. يعني المفهوم السوشيال سستينابيليتي هو بعده جديد، فبالتالي انا بشوف هون المفهوم الموجود ان جنرال لحد الان انه من ناحيه التكنيكال بحط البانل سولار بانلز، بس السوشيال سستينابيليتي شيء اعمق من هيك ومفروض انه نتعامل معاه بالمستقبل بطريقه افضل. توقعي هذا. معلش انا بس كنت اشرح بسرعه، بس احنا السوشيال سستينابيليتي حسب مفهومنا هي الاهتمام بالتعليم من النيرسري لحد الجامعات. فإحنا عندنا بيكون من النيرسري مدرسة، بعدين اللي هو الكوميونيتي بعدين as particularity of the society. يعني المجتمع الموجود بالأردن فيه له خصوصية، المجتمع بسوريا له خصوصية، بالخليج له خصوصية. الجريد هذا أنا خلاني أشوف إنه هذا بإمكان أحطه وين ما يكون. لا، إذا أنت عم تحكي على الناحية المعمارية كاجتماعية غير اللي عم بحكي عنه أنا. إذا من ناحية معمارية إحنا بالعكس رأينا الناحية الاجتماعية بشكل كبير. أولاً الجريد سيستم إحنا توجهنا له لأنه مثل ما قلت أنا كان اهتمامنا في تخفيف حدة الحرارة في الممرات، فأنا الجريد بسمح لي إنه أحط الممرات في اتجاه الرياح. بس الكيرفز كمان لها معنى ثاني بالمدينة العربية. لا، احنا التصميم الاولاني كان فيه كيرفز وكان فيه مثل البلوكج مفهوم الازقه. الازقه كانت هي عباره عن كيرفز وفيها كسر لاتجاه الرياح، لكن احنا لما حولناها للجريد سيستم فباتجاه الرياح خفف كثير حده الحراره بالصيف عندنا. احنا تصور الساكن بحط سيارته وبمشي 100 متر لبيته،
وما بحس بالحرارة. عندنا هلا صرنا 3 سنين ان اوبريشن والسكان مبسوطين، الاولاد بعد الساعه 3 بيطلعوا بيلعبوا بالحارات وبالساحات والهاي. فمن الناحيه الاجتماعيه انا برجع بقول احنا احيينا التراث اللي هي الحارات القديمه والساحات القديمه والممرات، هذا هو اللي ساعدنا انه نكون ذا هابيست كوميونيتي. السكان كلهم صارت علاقاتهم اقوى ببعض. المجمعات الثانيه عملنا ريسيرش عن طريق يوسي ديفيز بكاليفورنيا بيننا وبين المجمعات الثانية، المجمعات الثانية بيعرف جار أو جارين، عندنا المجمع تبعنا بيعرف من 25 إلى 30 جار بسبب التصميم اللي إحنا بنحكي عنه اللي هو أحياء الحارات والممرات بيسموها بالخليج السكيك والساحات، الناس بتتجمع بالساحات، الساحات فيها ألعاب للأطفال وفيها تجمعات وفيها فعاليات إحنا بنعملها بتخلي الناس، بالإضافة إلى الحديقة أو اللي هي المزرعة اللي إحنا عاملينها فيها فعاليات كثيرة بتجمعوا كل السكان فيها، فهاي كلها عناصر اجتماعية في التصميم، هاي اللي ساعدت تقوي الاستدامة الاجتماعية. بس أنا اللي بأتكلم فيه كنت إنه الاستدامة الاجتماعية إحنا بنهتم فيها كمان من ناحية الصحة، من ناحية التعليم، ومن ناحية الفعاليات الثقافية اللي بتقوم فيها. هذا كله بقوي العلاقات الاجتماعية، هذا مش موجود في المجمعات الحديثة حالياً. المجمعات الحديثة كل بيت داير ظهره للثاني، بينما إحنا نطلب من الناس إنه يمشوا داخل المجمع، هو بخلي يقوي العلاقات الاجتماعية. فالتصميم له دور، التصميم لما يكون في هاي الممرات وفي هذا البيدستريان ووك والوكابيليتي الموجودة في المجمع بتقوي العلاقات الاجتماعية. شكرا مهندس وسيم، شكرا دكتور نايف. سؤال ثاني، في اسئله كثير. يا ريت. اهلا وسهلا، تفضل. دكتور امجد يعق بجامعه عمان الاهليه. السؤال السريع اللي هو حصلت على دعم حكومي لتنفيذ هذا المشروع؟ هذا المشروع خاص 100%، عندنا دعم معنوي والحكومه تبنت المشروع كمعنويا وأطلقوه على السايت تبعهم، وإجانا دعم كمان عالمي بس كله معنوي، لكن إذا يعني يمكن مادي هو مشروع إحنا مطورين خاصين من 2003 بنطور مشاريع. يعني زمان كنا ندرس موضوع اللي هو ما هو الفرق لما بيكون المبادر بعمليات الإسكان قطاع خاص شخص أو الحكومة، وشو نتائج هذا التخطيط على نتائج هذه المبادرات على مستوى التخطيط حسب حجمها. بحب اعرف اكثر على الناحيه الماديه، لانه بعتقد انه في كثير مثاليات صعب جدا انها تحصل حتى في دول اوروبيه، يعني ما في شركات خاصه ممكن انها تستثمر على نطاق واسع كثير. انا واحد من الناس اللي جدا بشجع احياء الاحياء، بمعنى أنه نرجع مرة ثانية حتى على مستوى الإدارة ولا مركزية نبلش من البوتوم أب من الحي، وبعتقد أنه يعني حتى بوصل للإكستريم أني بحكي لا يوجد حل آخر للتخطيط وحفظ حقوق الإنسان بدون ما نبدأ من الأحياء في تحصيل بعض الحقوق الحضرية اللي المفروض تكون موجودة في معظم البنايات ومعظم الأحياء. لكن عندي شكوك قوية أنه مش الكل عنده الإمكانيات المالية الهائلة اللي بتتطلبها مشاريع زي هيك، وممكن أنه السكيل الأصغر ويكون ضمن سيستم اللي يساهموا فيه أيضاً الأفراد في بنائهم الذاتي بيكون هو الأفضل. فالناحية المالية مش كتير واضحة عندي. والله إحنا هذا السؤال بنسأل فيه بكل المحاضرات والمؤتمرات بنعملها. إحنا كان عندنا تحدي كبير ولحد الآن نحب نثبت للعالم انه sustainability has no premium، يعني مش ضروري تدفع زياده مشان تكون sustainable project. هذا اللي بنحاول نثبته في مشروعنا. في بعض الاعتبارات في التصميم بتؤدي الى توفير بتخليك انت تحط الاستدامه. على سبيل المثال يعني انا حطيت مواد خضراء كثيره وعزل عالي جدا للجدران ومواصفات عاليه للزجاج والالمنيوم، كل هذا أدى إلى تخفيض دخول الحرارة للبيت وكمان الأورينتيشن تبع البيت، كله ساعد على تقليل اللود تبع التكييف. التكييف له سعر كبير في الإمارات كونه تقريباً 60 إلى 70%
من تكلفة الكهرباء أو من صرف الكهرباء، فأنا خفضت التكييف للنص بزيادة المواصفات الخارجية. اللي دفعته في المواصفات وفرته في التكييف وفي الكهرباء، فأنا الكوست عندي ما طلع، الكوست تبعي تقريباً مثل الكوست للبيوت العادية، لأنه أخذت باعتبارات تانية. اليوم إحنا التارجت تبعنا كان كيف نوفر استهلاك الكهرباء بالبيت. بلدية دبي البيوت العادية عاملين دراسة، البيوت العادية بتصرف تقريباً 270 كيلو وات بالسنة للمتر المربع. هدفهم بالجرين كود كان يوصلوا لل 180 كيلو وات، من 270 ل 180 كيلو وات للمتر المربع. احنا بهذا المشروع وصلنا ل 90 باعتبارات تصميمية، بزيادة المواصفات من جهة العزل والحرارة من بالسطح ومن الجدران والمواصفات الألمنيوم والزجاج، كل هذا وفرنا بالاستهلاك الكهرباء على مدى طويل. ومن ثم احنا التسعين وفرناها من السولار بانل، فهذا اللي خلانا زيرو كوميونيتي، نت زيرو كوميونيتي انرجي بروجكت. فبتمنى نكون جاوبت على سؤالك. لسه في عنا 1 2 3 4 5 6 أسئلة، إيش رأيك مهندس وسيم؟ أنا جاهز قد ما بدكم، بس الوقت مش كتير جاهز معنا. ما بعرف هذا عندكم، فممكن بس السؤال يكون مباشر علشان نكسب الوقت. يعطيك العافية المهندس حامد الحامد، لجنة الإبداع نقابة المهندسين. الكيس اللي نحط أو الموديول على موضوع الوحدات السكنية المستقلة، هل في توجه انه يكون في ريزيدنشال بيلدينج على الموضوع بحيث يتاخذ بعين الاعتبار عدد المقيمين؟ هنا انت حكيت على 500 وحده، لو حكينا 500 في 10 5000 يعني شخص راح يكون في الاريا هاي. اذا كان في حاله الريزيدنشال راح يكون العدد اكبر، هل في توجه في يعني ومدى نجاح التطبيق هذا على البنايات السكنية ك للسمارت سيتي أو اللي هي المستدامة؟ إحنا الحقيقة مفهومنا للمجمعات المستدامة لازم تكون متكاملة، مش بس عنصر سكني. يعني مشان يكون مجمع متكامل لازم يكون في عدة عناصر، لازم يكون في تجاري، في تعليمي، في صحي، في فعاليات ملاعب. يعني مش بس اعمل عماره سكنيه ما في جنبها اي فعاليه، ما راح تكون مستدامه. يعني انا برايي مشان يكون اي مشروع مستدام لازم يكون في فعاليات متكامله مش بس سكن. مهندس وسيم بعد اذنك ناخذ كل الاسئله وبعدين نجاوب عليها. مش حتذكر هيك، مش حتتذكر. طيب يعطيك العافيه مهندس. انا المهندس محمد حمدان من جامعه عمان الاهليه، بس حبيت أسأل كونه بنحكي عن sustainable بالسوشيال، حبيت أسأل عن two indicators يعني كانت موجودة. بدي أسأل بالبداية عن spatial connectivity اللي هو مع المحيط اللي حواليه. يعني أنا عمالي عم بشوف compound بس ما يعني ما شفت أو ما ذكرت كpolices أو كstrategy شو المورفولوجي تبعت الcompound هذا مع المحيط تبعه، إلا في شغلة إنه إحنا استخدمنا الكورتيارد بالنسبة للستايل تبع العمارة. الشغلة الثانية اللي بدي أسأل عنها اللي هي الدنسيتيز بالنسبة للكثافة وشو علاقتها مع المحيط كمان يلي حواليها. هل كان في زي بالانس موجود ما بين الكومباوند اللي هون واللي برا ولا لا؟ ويعطيك العافية. شكرا. أنا بصراحة السؤال الأول ما فهمته منيح، بس إحنا موضوع الكورت يارد ديزاين للبيوت أكيد مثل ما حكيت، أنا مش بس كورت يارد البيوت، كمان الكورت يارد لمجمع البيوت، زائد الكورت يارد الكلاستر، زائد كورت يارد للمجمع كله. فهي في هيراركي بالكورت ياردز، هاي اللي هي خلت توطد الأواصر الاجتماعية. أما من ناحية الدنسيتي، إحنا كمجمع يعني 500,000 متر مربع في المجمعات الثانية بحطوا دنسيتي أعلى. احنا كدنسيتي عندنا حوالي 2500 ساكن، زائد في عندنا اللي بيشتغلوا حوالي 500، في عندنا تقريبا 3000 موجودين في المجمع، 3000 ساكن، وبيجينا زوار من برا بحدود 500، يعني 3500 موجودين يوميا في المجمع.
هذا يعتبر low density, it's not high density. مجمعات تانية بيكون higher density لأنه بيعتمدوا بس سكني. إحنا لأنه مثلاً مدرسة بيشتغل الصبح بعد ظهر فاضي المدرسة. في بعض العيادات نفس الشيء بيكون في بعض ما بيسكنوا هون بيكونوا ساكنين برا. فا it's low density project. يعطيكم العافية. عفواً بس راح يكون هذا آخر سؤال لأنهم عم بينبهوني إنه السيشن الثانية كان لازم تبلش. بليز آخر سؤال. قصي نسور يونيكم السعودية. سؤالي هو هل ممكن تحويل مدينة قائمة عمان مثلاً لا سستينابل سيتي من خلال استخدام السولار إنرجي الأغريكالتشر وغيره من العناصر اللي ذكرتها؟ وشو المعوقات أنتم كديفلوبرز في هذا الموضوع؟ هلأ المدن القائمة راح تكون جزئياً سستينابل لأنه أنا حسب مفهومنا لازم يكون من البداية, يعني في شيء بيكون من التصميم. يعني إحنا توجيه المبنى مثلاً أورينتيشن تبع الشمس الويند كل هذا نأخذه بالاعتبارات. لما يكون في مبنى قائم بده يكون جزئياً, يعني بتحط سولر بتحط أشياء مثلاً ريسايكبل ووتر بتحط عليها, بس مثلاً كيف بدك تخلق ساحات, كيف بدك تخلق ممرات في مجمع ما في ممرات أو ساحات أو كذا. فأنا برأيي عشان يكون integrated community وsustainable لازم يكون في اعتبارات بالتصميم متاخذة من البداية, ولازم يكون integrated community يعني فيه فعاليات متعددة. هلأ ممكن على شيء existing ينعمل شيء بس راح يكون جزئي, يعني ممكن تحول بعض السكن إلى تجاري, ممكن تعمل سولار, ممكن تعمل بعض العناصر اللي حكينا عنها, لكن مش حتقدر تعملها كلها, فهي جزئيا. شكرا, شكرا جزيلا مهندس شكرا وسيم لكم. شكرا للحضور. تفضل مهندس عماد رئيس اللجنة التحضيرية لتكريم المتحدث. شكرا, شكرا.